بعض التجار يشترون السيارات ثم يعرضونها للبيع المؤجل بزيادة بمبلغ نصف ثمنها المعروف ولمدة 6 سنة أو 6 أشهر، فهل هذا الربح فيه شبهة من الربا لأنه اشترى هذه السيارة وهو ينوي بيعها بربح، فهل هذا جائز؟ هذا سمعنا به، سألنا سائل كثيرون، وهو أن بعض الناس وشخص معين ذكروه يشتري السيارات بأثمان باهظة إلى أجل معلوم ثم هو يتصرف فيها بعد ذلك في طرقه الخاصة، لا نعلم فيه بأسا إذا كان رشيدا ليس بسفيه ولا مجنون، فالعاقل الرشيد فهو يشتري إلى أجل في أثمان رفيعة ويتصرف فيها بعد ذلك، يبيعها بأراضي ويبيعها بأشياءه يتصرف، لا حرج في ذلك. وقد اشترى السلعة بثمن باهظ إذا كان لأجل، واشترى النبي صلى الله عليه وسلم البعير البعيرين دائما الصدقة، فالحاصل ان الشراء يختلف، قد يشترى البعير بأبعره والشاة بانواع من الغنم، قد يشترى المتاع بانواع كثيره من النقود وغيرها، فالحاصل انه اذا اشترى السياره التي تساوي 10,000 اشترى ب20,000 او 30,000 الى اجل او الى اجال فلا حرج، اذا كان عاقلا رشيدا لا حرج في ذلك.